والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. من الأسرار التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم واكتشفها العباد الصالحون من هذا الحديث أنك إذا أذنبت أي ذنب فتصدق بعده بمباشرة، تصدق بعد الذنب ولو بمبلغ يسير، فإن هذا سبب لذهاب شؤم الذنب عنك. فإن الذنب إذا فعلته نكت في قلبك نكتة سوداء،